شبكة قنوات المحروسة. تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. وإيد على إيد نبني مصر من جديد، أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي المتجدد دائما على شاشة قناة القاهرة، وحديث العلم والعلماء وبرنامج علماء من بلدي. النهاردة بيسعدنا وبيشرفنا بالحضور أن يكون معنا ومعكم في استوديو علماء من بلدي شخصية مصرية متميزة، هي أيضا شخصية تنموية ونهضوية من أبناء كلية الحياة، كلية الزراعة. تخرج منها بكلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1964، ثم هاجر إلى البرازيل لاستكمال الدراسة في فسيولوجيا التناسل في الحيوان، وعمل في الإنتاج الحيواني ليصير أحد التروس التي أدارت البنية النهضية، واستطاع بعقلية مصرية أن يسهم في نقلها بعد عسرتها الاقتصادية إلى مصاف الدول العظمى. بينضم أيضا وينضم بالعضوية إلى المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، ويمثل الاتحاد العالمي للبرازيل. ضفنا اليوم عضو مؤسس رابطة خريجي كلية الزراعة جامعة القاهرة، عضو مجلس كلية الزراعة جامعة القاهرة، كما أيضا هو عضو سابق بمجالس كليات الزراعة بجامعة عين شمس وبنها وجامعة الأزهر. ومن خلال التواصل بين كلية الزراعة وخريجيها تم تكريمه في عيد العلم عام 2012 بمنحه جائزة الأميرة فاطمة للعطاء في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. معنا ومعكم الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي دكتور مهندس سمير السمان. أهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء بوجودك معنا النهاردة وانضمامك إلى منظومة علماء من بلدي. شكرا. اسمح لي في البداية أن أنا أشكر حضرتك على تلبيتك للدعوة النهاردة في البرنامج، بالرغم من كثرة يعني انشغالكم. وأيضا هناك غدا في 9 صباحا حضور مؤتمر الاقتصاد الزراعي بنادي الزراعيين إن شاء الله. طبعا كلية الزراعة هي كلية الحياة كما تطلق عليها. التحقق بهذا الصرح العلمي الشامخ واستمرارية التواصل لدعم العملية التعليمية والبحثية، دور العلماء في تنمية وإثراء البحث العلمي من وجهة نظركم؟ ده دور طبيعي أن العالم يقدم كل ما ينهله من علم أبنائه أو الأجيال القادمة، ويساعد في النهوض بيهم الحقيقة. وده اللي حاصل عندنا في مصر، وعندنا شباب علماء يعني نباهي فيهم العالم. نعم. من خلال ما أسهمتم به من إمكانات وأدوات لخدمة البحث العلمي على مدار مشواركم العلمي والبحثي، تبرعتم بإنشاء صرح علمي أطلق عليه مبنى المهندس سمير السمان. ده كان على أرض المزرعة بجامعة القاهرة، وبالرغم من الهجرة إلى البرازيل لكن حرصتم وكان هناك انتماء
إلى الوطن، وربما أيضا العمل على توظيف البحث العلمي للإسهام في التنمية الشاملة، خاصة في القطاع الزراعي والحيواني وحل مشكلاته بصفة عامة. عايزة أتكلم عن هذا المنشأ وما يضيفه إلى الطلاب وباحثي كلية الزراعة في مجال البحث العلمي. هو الحقيقة كان عندنا مشكلة إن كلية الزراعة تنقسم قسمين على شارع الجامعة، قسم فيه المكاتب والمحاضرات، وقسم اللي هي المزرعة فيها الجزء العملي. فكان الطالب عليه ان هو يدرس نظري في الكلية ثم يجري يعدي شارع الجامعة عشان المزرعة يلحق الدرس العملي بتاعه. حصلت حوادث وناس يعني اصيبت وحاجة زي كده، ففكرنا ان احنا نحميهم ازاي، نعمل كوبري للتعدية. طب الاساتذه كبار السن هيعدوا ازاي، يطلع كوبري وينزل والكلام ده مرهق طبعا. والحقيقه انا كنت يعني لسه راجع من الخارج، ففكرت اني اقدم هديه بسيطه يعني من اللي مصر اديته لنا من علم، نقدم لها هديه بان نعمل مبنى يكون فيه المزرعه ليسع الطلبه للدراسه النظري والعملي في نفس المكان، ومش محتاجين يجروا شمال ويمين ويعدوا شوارع والكلام. للتيسير على التيسير على الطالب وعلى الاساتذه والدكاتره يعني في الصرح الجامعي. الحمد لله بالاضافه الى درء المخاطر ايضا طبعًا. يعني عمليه لان كان حصل حوادث يعني كثيره. فالحقيقه الحمد لله ان المبنى ربنا وفقنا وبيسع طلبه الكليه بالكامل، وكنا زمان نمتحن في خيام، ففي الصيف يبقى حر جدا الشمس ضاربه علينا، في الشتاء الميه تنزل ساقط علينا. النهارده بيمتحنوا في صالات مكيفه، في مبنى مجهز على اعلى مستوى. يمكن التكلفه كمان يعني كانت في هذا التوقيت تكلفه باهظه، يعني وصلت الى ربما 10 مليون لا في 2010 كجنيه مصري تكلفت 2 مليون دولار. فالحقيقه يعني كانت الفكرة أبسط من كده، لكن ربنا وفقنا وطلع مبنى الحياة يعني مثالي ويسع الطلبة ويعيش للزمن، لأنه كل أرضياته رخام وجرانيت والحمد لله. يعني أتمنى أن أكون أديت جزء من بلدي اديته ليا. يعني طبعا يعني هذا المبنى وما يقدمه من خدمات للطلاب ولي أيضا يعني القائمين على العملية التعليمية بهذا الصرح العلمي الكبير، كلية الزراعة جامعة القاهرة، وقمتم بالتبرع به الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي دكتور مهندس السمان. طبعا يعني حضرتك نموذج مشرف لكل المصريين ولمصر، وطبعا يعني بيدلل مدى الانتماء والحب لهذا الوطن ورد الجميل. عايز اتكلم معك، ممكن اعلق حته صغيره؟ اتفضل. الحقيقه يعني انا عشت بره واختلطت بجاليات كتيره. الجاليه المصريه تتميز بحبها لمصر، وصدقيني اي مصري في الخارج تلاقيه عايش وبيفكر في اليوم اللي هيرجع فيه مصر وفي ايه اللي ممكن يقدمه لمصر. الجاليات الاخرى بتروح وتندمج في المجتمعات وخلاص تذوب فيها، المصريين لا، المصري عايش ونظره امتى هيرجع مصر. المصري عايش وابنائه دلوقتي، ابناء المصريين بنحاول الجيل الثاني والثالث، والحمد لله وزاره الهجره بتساعد في هذا، ان بيجي وفود من ابنائنا ووزاره الهجره بتقوم باللازم كسياحه وكاستقبال عشان تربط الجيل الثاني والثالث. يمكن ده اتضح بالفعل يعني ما تذكرونه حاليا عن دور الجالية العربية بالخارج في الأزمات التي مرت بها مصر منذ يعني ثورة 30 يونيو، وكثرة يعني الدفع بالأموال والتحويلات من الخارج واللي ساهمت أيضا في الاقتصاد المصري. يعني هذا يدلل أن دائما والجاليات المصريه الحابه هي بتقدم، وكل مصري بره فلوسه تقريبا بتتحول لمصر. نعم. وحاليا اتحاد المصريين في الخارج بنحاول تاسيس شركه ان شاء الله قريب هتطلع، راس مالها 200 مليون جنيه
وهتستثمر في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي كمان. ده دور الجالية المصرية بالخارج، ودورها يعني لا يمكن أن يتم إغفاله، بل بالعكس هم يعني مساهمين بنسبة كبيرة في إحداث التنمية في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن. إن شاء الله يكون لهم دور كبير. بالتأكيد يا فندم. أتكلم مع حضرتك عن التجربة البرازيلية والهجرة إلى هناك فترة ما بعد التخرج لاستكمال الدراسة في مجال فسيولوجيا التناسل والكيمياء الحيوية في الحيوان، ومنها إلى العمل في الإنتاج الحيواني وإسهاماتكم العلمية والفكرية وأيضا النظرية والثقافية والاجتماعية في النهضة التنموية التي تمت في البرازيل في تلك الحقبة. الحقيقة احنا لما رحنا البرازيل ما كانتش هي البرازيل بتاعت دلوقتي، لكن اشتغلوا كويس، والحمد لله احنا كنا من ضمن التروس اللي اشتغلت في المكنة البرازيلية اللي رفعت البرازيل من كانت منحدرة الى الافلاس للنهاردة سادس قوة اقتصادية على مستوى العالم. صحيح. على مستوى العالم. اشتغلت البرازيل واشتغلوا الحقيقة، تفكيرهم كان سليم جدا، انهم شافوا ايه اللي عليهم ديون كتيرة، انهم كانوا عملوا عاصمة برازيليا، لان كان في اجانب راحهم وعملوا مطارات، ويعني ما فيش داعي لذكر الاسماء، في شمال البرازيل، والحكومة كانتش حاسة بيهم، فقرروا ينقلوا العاصمة للشمال عشان ينهضوا بالشمال، وبالتالي واصدروا قرار بان ما فيش اجنبي يقدر يشتري اراضي في شمال البرازيل. الفترة دي يمكن حظي معرفش او ايه، ان البرازيل بدأوا يفكروا، طب ديون العاصمة الجديدة كانت كتيرة عليهم، وامريكا بتضغط عليهم طبعا كالعادة، فقالوا طب نسد الديون ازاي؟ يبقى لازم نصدر، عندهم منتجات يقدروا يصدروا لكل العالم، وبدأوا في التصدير فعلا، ولكن تعثروا في التحصيل، وكانت المبيعات معظمها دول عربية، لأن كانت هي مديونين للدول العربية بسبب البترول، فيمكن ده حول طريق حياتي يعني 180 درجة، إنهم تعثروا، فبدأوا ليه تعثرنا؟ بيفكروا في حل المشاكل الحقيقة، فقالوا يبدو إن إحنا المنتاليتي أو اللي هي طريقتنا او ثقافتنا مش ماشيه مع الثقافه العربيه والطريقه العربيه، وبالتالي هم مش فاهميننا واحنا مش فاهمينهم. ما فيش طريق حاجه توصلهم لبعض، مش قادرين يتواصلوا يعني بينهم، فما فيش غير اننا ندور على حد يكون من اصل عربي يقدر يتفاهم مع العرب وعايش بينا فبيتفاهم معانا. وعملوا بحث على مستوى الجامعات، فكان من نصيبي انا يكون الشخص اللي هم حطوا مصفات معينه اختاروني على اساسها. انطبقت على حضرتك؟ انطبقت عليا الحقيقه. وكلفوني ان انا اعمل جوله اعمل فيها شهر، اعمل فيها ريبورت او تقرير عن المشاكل، وايه الحلول اللي ترضي العرب علشان يدفعوا الفلوس اللي انا عندهم بقى. بناء على الحلول اللي هم كده. المقدمة. فربنا وفقني، وفي خلال تقريبا 21 يوم بدل ما اكتب الريبورت حليت المشاكل، وبدأت الملايين تروح البرازيل في الوقت ده، وساهمت يعني فبالتالي حل يعني العصرة الاقتصادية التي كانت تمر بها. وبالتالي مسكوني بقى، ما رجعتش الجامعة، الأول أجازة من الجامعة، وبعدين انتهت إن أنا استقريت معاهم، وصدرنا وصدرنا وصدرنا، والبرازيل النهارده الحمد لله دولة واقتصاد كبير، ودي أفادتني أنا شخصيا، يمكن تعلمت الاقتصاد على أصوله، مش النظرية بقى، التطبيقية، إزاي نشتغل، إزاي نحل مشاكل، لو عندي مشكلة ما فيش حاجة اسمها حل وركز فيه بس، لا، في حل أساسي ممكن يكون سريع بس هيكون مكلف، إذا ما أقدرش عليه بحط حل واثنين وثلاثة حلول بديلة كحلول بديلة.
المشاركة أو المساهمة في تحويل الاقتصاد البرازيلي والسيطرة يعني على العصرة اللي كان بيمر بيها واللي ساهمتم بقدر كبير فيها، ده أدى إلى وصولكم إلى عضوية الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج وتمثيل الاتحاد العالمي للبرازيل كأحد الخبراء لا المصريين، لا ما كانش ولا فيه لسه الأسباب اللي أدت؟ اتحاد المصريين في الخارج ده حديث لسه الحقيقة. هو أنا ده كله كان على مستوى البرازيل عملي، وكنت مدير تصدير دولي، وكان كل شغلنا اللي هو تصدير كل ما هو في البرازيل وسداد ديون البرازيل. ف يعني تخيل احنا لو عملنا كده في مصر، صدقيني اقتصادنا ده ممكن يتقدم جدا. كان بتطلع طيارة فيها تقريبا معظم مديرين التصدير في الشركات الصناعية الكبيرة والزراعية في طيارة واحدة، وتنزل كل بلد تكون السفارة مجهزة لها فندق من الفنادق وصالات فيها طاولات وكراسي، كل شركة بتاخد طاولة وثلاث كراسي ومكتوب اسم الشركة عليها، بحيث بييجوا الناس يتفرجوا يعرفوا ايه المنتج اسعاره ايه يتعاقدوا. فده كان بيسد الديون، كنا بنسد ديون البرازيل مش نقدا، بنسدها مواد منتجة في البرازيل، وده رفع الانتاج في البرازيل وزود اقتصادها الحقيقة قواه جدا جدا. ف يعني في حاجات زي كده ممكن لو عملناها احنا مصر دلوقتي، الحمد لله احنا عندنا انتاج صناعي كويس دلوقتي، عندنا انتاج زراعي عندنا، ومصر دخلت في تكتلات اقتصادية كبيرة مع السوق الأوروبية، مع السوق الأفريقية، مع يعني حتى أمريكا اللاتينية مصر دخلت معهم، فنقدر نعمل حاجات كتيرة واقتصادنا إن شاء الله يعني يتضاعف عشرات المرات، وعملتنا تبقى قوية قوي قوي بإذن الله. يعني بالرغم من مرور يعني الأحداث السياسية اللي مرت على مصر، لكن من خلال التأسيس للبنية التحتية وعمل العديد من الكباري والمحاور والطرق، وأيضا الاهتمام بالنقل بكافة أنواع طبعاً يعني ده البحري أساس. يعني ده كله حسن من الاقتصاد المصري، يعني أو جعل الكثير من الجهات تشيد بالاقتصاد المصري أو بتحسن. هي دي البنية الأساسية الحقيقة اللي نستعملها ان شاء الله الاقتصاد بتاعنا يمكن اي مستثمر او اي دوله. هو حاليا على فكره الاقتصاد، انا ليا ابن من ابنائي يعني بيعمل برامج البورصه، والتاني بيعمل برامج بنوك، شغالين اي تي. ابن بتاع البورصه الحقيقه سعيد جدا بمصر، هو مولود في البرازيل وبيشتغل في امريكا، واللي تعلمهم كله في امريكا. سعيد جدا ان النهارده الجنيه المصري تقريبا متغطي ب 50% ذهب. امريكا الغطاء الذهب بتاع الدولار لا يزيد عن 13%، فالجنيه المصري بتاعنا النهارده قوي، بدأ يستعيد قوي يعني، لان عنده غطاء عدى ال 50% ذهب. فاحنا النهارده اقتصادنا كويس ونقدر نزوده اكتر، ونقدر نشتغل ونقدر نستخدم المصريين في الخارج. الحقيقه ربنا مدينا. ازاي ممكن استفيد بالمصريين بالخارج اكبر استفاده ممكنه؟ يعني هم كان ليهم مشاركات بالفعل يعني في اكثر من حدث هام في مصر من خلال التحويلات النقديه اللي ذكرتها مع حضرتك، لكن برضو مازال يعني هناك دور اكبر لابد من الاستفاده بيهم من وجهة نظر حضرتك من وجهة كخبير نظري زراعي واقتصادي عالمي. ربنا مدينا الحقيقة ثروة كبيرة جدا مهدرينها احنا مش مستعملينها، وهي المصريين في الخارج. المصريين في الخارج حوالي 12 مليون مصري. المصريين اللي بيطلعوا بالذات، مش هقول الدول العربية، الدول العربية بيطلعوا يمكن عمالة او كده، اللي بيطلعوا بره الاوروبا والامريكتين واستراليا وكده، هم خبرات، ومنهم كتير من الخبراء في الدول دي، ومنهم ماديا كويسين جدا، علميا كويسين جدا، نقدر نعمل منهم، وده انا بطالب بيه الحقيقه بقالي مده، نعمل لوبي مصري في الخارج
النهارده اي حد في لنا اعداء في الخارج، دي مش عاوزه كلام، بالتاكيد في دول كده، لكن بالجاليات المصريه لو ما نوحدها ونحتضنها في حضن مصر، لو اي حد قال حاجه غلط عن مصر هيجد ناس وقفوا له حائط صد، حائط صد وفهموه الصح. انا لما اكون مثلا انا في البرازيل برازيلي، لو سفير مصر وقف يتكلم عن مصر ساعتين ثلاثة ده موظف، لكن انا كبرازيلي لما اقول كلمتين هيصدقوهم مني بالتاكيد. فالجاليات اللي عايشه بره واللي خير سفير واللي يعني معاك سفراء بلا مرتب بلا اي تكلفه. بس حاليا في اهتمام بالجاليات المصريه بالخارج والحرص على مشاركتهم في الحياه السياسيه وفي العمليه الانتخابيه وتسهيل ايضا الاجراءات عليهم، عكس يعني فترة نقدر نعمل اكتر ونستفيد طبعا أكتر. طبعا لان هناك الكثير من العقول المصريه الخبيره في اكتر من مجال. ما تنسيش حضرتك ممكن كمان جيل او جيلين يكون في حكام مصريين للدول الاوروبيه. طبعا اوباما جاي منين؟ اصول ممكن في يوم من الايام يكون واحد مصري رئيس جمهوريه امريكا، ليه لا؟ مساعده اوباما كانت للشؤون الدينيه كانت مصريه وغيره. فالمصريين في الخارج وبالذات اللي بياخدوا يتجنسوا، انا معايا جنسيه البرازيليه وعملت قرار وزاري بالسماح ليا بالتجنس بالجنسيه البرازيليه مع الاحتفاظ بالجنسيه المصريه. انا اسال الدوله تسهل للمصريين في الخارج انه يحصل على الجنسيه الخارجيه مع الاحتفاظ بالجنسيه المصريه. ليه؟ في فرق لما واحد يطلع يتكلم كلمه على مصر وانا مصري بس ممكن يطردوني، لكن لا انا مواطن زيه زيه، لو حتى هو رئيس الجمهوريه واقف ارد عليه انا مواطن زيه زيه مش هيقدر. بالتأكيد. اللوبي بتاعنا مهم جدا وفكره وعدونا عامل كده قويه جدا. طبعا واحنا 12 مليون دول مش شويه يعني قوه قوه لا يستهان. وبعدين 12 مليون سفير بلا مرتب ومش عاوزين ان هم يساعدوا مصر، مش عاوزين حاجه، ما بدون عاوزين يعني بس سعي احتضان. الى هدف. لا ما فيش هدف يعني من اجل مصر لا. فقط بنشكل الشركه دلوقتي اللي تعمل على اساس ننمي برضو الاقتصاد المصري بحيث نشغل فلوسنا في مصر مش بره مصر. والحقيقه مصر تستطيع انها تاخد الكتير منهم اكتر واكتر. واهم حاجه اهم دور ان يكون مصر لها جنودها اللي موجودين بره يدافعوا عنها. ما فيش واحد يقدر يتكلم كلمه على مصر هيصلحوا له المفاهيم ويصلحوا مفاهيم الناس اللي حولهم. في الحقيقة يعني هو مقترح جيد جدا وفكرة يعني أكثر من رائعة. بنتمنى أن يكون في يعني تبني إليها، وخاصة أن 12 مليون مصري بالخارج كما يعني وصفتموهم سفراء تعداد دولة يعني سفراء بلا راتب وخير من يرد وحائض. احنا عندنا واحد مصري يعني من شائعة او طب اقول لحضرتك عندنا واحد مصري في هولندا هو عضو في البرلمان الاوروبي عن الاقليات الموجودة في اوروبا، يمثل مصري. الاقليات الموجودة في اوروبا مصري. بقول لحضرتك جيل والتاني هيكون في حكام مصريين ان شاء الله لدول اجنبية بالتأكيد، بس عاوزين نحتضنهم عشان يفضل مصري. حضرتك نموذج مشرف لمصر ولكل المصريين بالرغم من يعني اقامتك في البرازيل لفتره طويله، ولكن مصر دائما كانت في عقلك وفي قلبك وفي دمي وكل حاجه. ويعني الصرح العلمي اللي اطلق عليه مبنى المهندس سمير السمان على ارض المزرعه بجامعه القاهره واللي تبرعتم بخير دليل على انتمائكم لهذا الوطن. احنا بنشرف بحضرتك وبكونك مصري. هنواصل الحديث مع ضيفنا وضيفكم اليوم الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي دكتور مهندس سمير السمان، ولكن بعد هذا الفاصل. يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر نعيش.
نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة، بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. عودة مرة أخرى مع الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي دكتور مهندس سمير السمان، ومازال الحديث متواصل معه. يمكن أنا عايزة أرجع مرة أخرى عن الحديث الذي ذكرتموه قبل أن نخرج يعني لهذا الفاصل، وهو أن هناك 12 مليون مواطن مصري بالخارج. لو تم تكوين اتحاد أو نادي يجمع هؤلاء سوف يكونوا خير سفراء لمصر، وحائط صد ضد الكثير من الأكاذيب والكثير من الشائعات التي تحاك بمصر وبالمصريين. يعني ربما ما زلنا بنعاني إلى الآن، ولكن بالرغم من الجهود يعني من الوزارة الخارجية ومن مساعي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح إلى السيسي بالخارج تغيرت تلك المفاهيم وتحول هذا الأمر. عايزة أذكر وقعة للسادة المشاهدين المتابعين لنا خاصة بحضرتك، وقد إيه أنت مخلص لهذا الوطن ومحب لهذا الوطن. عقب أحداث ثورة 30 يونيو كان هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى الكثير من الدول وترديد بعض الكثير من الأكاذيب وتحويل الأمر إلى صورة مختلفة وصورة خاطئة ومغيرة. كان لحضرتك دور مهم جدا في تصحيح الأمر أمام الرأي العام في البرازيل. الحقيقة اللي حصل أما قامت الثورة، فحاولوا طبعا أمريكا كانت ضد الثورة بشكل كبير، فسموها انقلاب عسكري، فكان البرازيليين عاوزين يستوضحوا. ف أكبر شبكة تلفزيون في البرازيل اتصلت بالبيت عندي، فابني قال لهم إن أنا في مصر، فقالوا كويس، خدوا منه التليفون واتصلوا بيا. قالوا لي أنت في القاهرة؟ قلت لهم أه. قالوا لي طيب إحنا هندخل معاك على الهوا النشرة في البرازيل، عندهم نشرة فيدرالية على كل الولايات، الولايات تتجمع الساعة دي في النشرة، فدي الساعة 8 هناك اللي هي 12 في توقيت مصر مساءً. فقالوا لي هنخش على الهواء الساعة 8 توقيت البرازيل 12 توقيت مصر عشان عاوزين نستوضح حقيقة الانقلاب العسكري. قلت لهم ماشي. ف 8 ل 5 اتصلوا جاهزين، 8 بدأوا أو الخبر الأول احنا مع سمير السمان، وحكوا عن سمير السمان ايه وضعه كان في البرازيل، وقالوا بنسألوا عن الانقلاب اللي حصل في مصر، ايه رأيك في الانقلاب؟ قلت لهم ما حصلش انقلابات، لو انقلاب عسكري بتشكل وزارة في 5 دقايق عسكرية، بتشكل وزارة عسكرية في 5 دقايق وانتهى العملية، لكن دي ثورة. ولو غدا صباحا تخشهم على الشبكات العربية والشبكة المصرية هتلاقوا رئيس المحكمة الدستورية العليا بيحلف اليمين كرئيس مؤقت لمصر لحين إجراء انتخابات كما ينص الدستور. صحيح. يعني هي هذه الكلمة أو هذا المصطلح يعني اللي كان بيردد من الجماعة الإرهابية الخائنة لهذا الوطن، واللي كانت بتدعمهم أمريكا في هذا الوقت، ولكن طبعا حضرتك يعني تفضلت وصححت هذا الأمر وهو إرادة شعب. فسألوني طبعا بقى عن الجماعة، طب وليش
والكلام ده رديت عليه كويس. شكروني وبعدها بدأت تنهال علي المكالمات من البرازيل، فعلا من الناس اللي يعرفوني كانوا عاوزين يستوضحوا الأمر. فات تاني يوم، تالت يوم كلموني تاني قالوا لي عاوزينك تظهر معانا النهاردة، عندك اسكاب؟ قلت لهم قالوا عشان تطلع صورة وكده. قلت لهم لا، اصحى الساعة 12 بالليل عشان احلق والبسه. مش عارف يعني. فقالوا لي خلاص نطلعها صورة ثابتة عندهم صوري وكده. قالوا لي طب احنا معاك ان دي ثورة وان الرئيس كان وحش. الرئيس ده مش منتخب شرعي، الشعب انتخب لمدة 4 سنوات. قلت لهم أيوة. كان بيأمل خير. لا قلت لهم أيوة. فقالوا لي طب لما هو غلط ليه ما سبتهوش ل4 سنين وبعدها اخترت واحد تاني؟ قلت لهم كلام جميل، احنا على الهوا. قالوا لي، قلت لهم هقول لكم التصحيح والكلام اللي هيفهمه ابسط برازيلي. جون كولر ده كان رئيس جمهورية برازيل. قلت لهم جون كولر مش كان رئيس منتخب شرعي 4 سنوات؟ قالوا لي ايوه. قلت لهم لما غلط بعد 8 شهور للكونجرس شاله، ما صبرناش عليه 4 سنين يخلص علشان ننتخبه واحد غيره. اللي انتوا بتنتقدوا في مصر احنا عاملينه قبل مصر ب15 سنة. فكان رد طبعا قاطع، رد منطقي يعني وفي غايه الاهتمام وبسيط يعني. هم في الفتره والبازين على طول فيها يعني كانوا عايزين يعني يسيطروا على مفاصل احنا صبرنا عليهم سنه، يعني العديد من يعني الخلافات والشقاق. فلما تديله ده الشعب وبين مؤسساته، دي ميزه بقى المصريين في الخارج اللي يبقى عارف تاريخ البلد وعارف الاحداث. لما انا اديتهم المثل رئيس جمهوريه بتاعهم وكان هو يعني قبل الاخير اتشال بعد 8 شهور، ليه ما صبرتوش عليه 4 سنين وعاوزين مصر تصبر 4 سنين؟ تصبر 4 سنين. فبالتالي والله يعني كلمني مسؤول في الخارجيه بيضحك، بقول له ايه؟ قال لي انت ما خليتوش يكمل السؤال واقحمته. قلت له انا قلت حاجه غلط؟ قال لا طبعا صح. وبعدها اتقلب الوضع تماما في البرازيل وان دي ثوره مش انقلاب. صحيح. فده ممكن يقوم بيك اي مصري في اي بلد في العالم. فعلا فعلا يعني المقترح جيد جدا، والمصريين بالخارج قوة لا يستهان بها، ولابد من الحرص على زيادة مشاركتهم الفعلية في إحداث التنمية. طيب أنا عايز أتكلم مع حضرتك في جزئية مهمة جدا تخص القطاع الزراعي وكيفية النهوض بهذا القطاع الهام وتحقيق أعلى عائد محصولي من الموارد الزراعية لتوفير الاحتياجات الغذائية والزراعية، وخاصة أن هناك خطوات بتتم حاليا لإحداث اكتفاء ذاتي من الكثير من المحاصيل الهامة. احنا قادرين الحقيقة، وبدأنا يعني 1.5 مليون فدان اللي بدأ استصلحه، 100,000 صوبة اللي اتعملوا عشان الانتاج، علشان يعني مفيش اي عامل مناخي يأثر فينا، لا حر ولا برد ولا صقيع ولا، ويبقى الانتاج موجود عندنا. المصايد السمكية او المزارع السمكية اللي اتعملت، احنا قطعنا شوط كبير قوي في الزراعة الحقيقة، ويشكر الجيش ان هو ساعد فعلا في الحاجات دي، او هو يعني سهلها. و يعني ان شاء الله اامل بشوية شغل زي اللي حصلوا كمان ان احنا نكتفي ونصدر الفائض مننا باذن الله. طيب بالنسبة لصناعة أو النهوض بصناعة الإنتاج الحيواني وارتباطه بالزراعة العضوية، إزاي ننهض بهذا القطاع؟ هي مشكلة الإنتاج الحيواني في مصر حاليا العلف، لأن بنستورد معظم مكونات العلف من الخارج. إحنا مصر زمان أيام الرئيس الراحل الله يرحمه جمال عبد الناصر حصلت أزمة في اللحوم برضه، واتحلت بحل مصري بسيط قوي، ان احنا وقفنا الاستيراد وقلنا نذبح 3 ايام في الاسبوع فقط، ومش لازم ناكل كل لحمه كل اسبوع، كل يوم لحم، ننوع ناكل لحمه وناكل سمك وناكل فراخ وكده. واتعمل مشروع البتلو ونجح.
حاليا مشروع البتلو رجع بيعود مره اخرى بعاد فعلا، والدوله بتدعمه والبنوك بتمول بفوائد بسيطه جدا، فاحنا ماشيين في خدنا الخط السليم. وانا كنت على التنميه الزراعيه بشقايها الحقيقه في التلفزيون من زمان، واتصل بيا جهات وخدوا مني تقارير كمان، والحقيقه ماشيين كويس في كده. بس في حاجه بسيطه لسه احب اضيفها. اتفضل. هي طبعا احنا محتاجين نعمل ده بسرعه، فبالتالي كان مشروعات كبيره 1.5 مليون فدان، 100,000 صوبه، ما اعرفش، محتاجين عندنا خريجين. عندنا 23 كليه زراعه بتخرج سنويا الاف من المهندسين، مش كلهم بيشتغلوا. يا ريت نرجع تاني برضو ان المهندس مش عاوز يشتغل موظف يحصل على ارض، اديله 10 فدادين. الارض احنا لسه كلها 7% مستغلينها، والارض كلها بتاعتنا لسه موجوده. لو اديت لكل واحد من دول 10 فدادين وزي ما بمول مشروعات الانتاج الحيواني، امول الانتاج النباتي كمان، والشباب اللي هم درسوا يشتغلوا في الاراضي دي، هيبقى عندي مشروعات كبيره ومشروعات صغيره ومتوسطة ومتناهية الصغر. انا بخاف من الاستثمار الاجنبي الكبير، يجي واحد اجنبي ياخد 10,000 فدان، 20,000 فدان، انا شخصيا بخاف منه، لانه في يوم من الايام لو عملت حاجه ما عجبتوش ممكن يضغط عليا بايه؟ يوقف المشروع، هيشرد لي موظفين، الناس بتشتغل عدد من الأجنب، وهيقلل لي الانتاج. لكن المصريين اللي ياخدوا 10 فدين 10 فدين دول ولاد مصر، دول عمرهم ما هيحرجوا مصر في حاجه او هيضروا مصر البلد. هيشتغلوا في نفس، عشان كده في دعم للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر حاليا، هي دي النقطة، يعني من خلال مهمة. تسهيلات كثيره، هي دي مهم ان احنا دي عاوزين نزودها، عاوزين نشجع الشباب تعالى، بس ما ندهمش كل واحد 10 فدادين ونقسم الملكيه، برضو دي ضاره في الانتاج هتقلله. والله زي ما عملوا مقالهم كل اظن 30 واحد او 23 واحد يكونوا عشان ياخدوا 1000 فدان مع بعض او كده، دي كانت كويسه جدا. ده جدا. كان مقترح جيد، دي مقترح جيد، ان احنا ما نفتكش الملكيه، وبيبقى في تخصصات متعدده كمان. فاحنا شعب فلاحين، كلنا فلاحين او ابناء فلاحين او احفاد فلاحين، ربنا مدينا ارض خصبه جميله استخدمنا 7% منها بس، ربنا مدينا جو بنزرع طول السنة، ما عندناش صقيع، ما عندناش، ربنا مدينا برضو المية على فكرة، في مياه جوفية ان شاء الله النهاردة، فيها ابحاث كتيرة في عشان توجد البذور اللي هي تتحمل نسبة جفاف اكتر وتدي انتاج اكتر، في ابحاث كتيرة وشغالين. وانا كزراعي اقول نمشي بخطى اكبر شوية او اسرع شوية، قريب جدا اتمنى قبل ما اموت اشوف مصر بالصدر الفائض بتاعها، خاصه ان الدول اللي حوالينا كلها محتاجه. بالتاكيد. لو قلنا يعني هناك معايير للتصنيع الزراعي والحيواني عالميه، يعني نريد تطبيقها لتحويل او جعل عجله الاقتصاد القومي تنمو بصوره اكبر من خلال المشروعات الصغيره والمشروعات متناهيه الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل المستدامه. يعني حضرتك اديت اكثر من مقترح في سياق الحديث، يعني ربما هذا ما جعلني يعني اطرح هذا السؤال. هو انا ليه راي، احنا عندنا كتير مصريين بيسافروا دول عربيه واشتغلوا بالزراعه، وفي دول يمكن سبقتنا في الانتاج الزراعي بايدي مصريه. انا اامل يعني ان انا بدل ما اصدر ايدي عامله مصريه، انا اديهم الارض هنا واشغلهم هنا واصدر انتاجهم، وبالتالي هبقى انا يعني بدل ما بيجي لي راتب بتاع واحد بس، لا ده هيجي لي ثمن الانتاج اللي هو عمله، فانا هستثمره اكتر وفي بلده، عايش في وسط اسرته، مش محتاج. النهارده الفلاحين اللي سافروا ورجعوا اشتغلوا بره فلاحين عملوا فلوس، لما رجعوا بس ما اشتغلوش فلاحين. اللي فتح محل بتاع موبايل، اللي جاب تكاتك وشغلها الكده، ايده نعمت خلاص ما عادش ينفع يشتغل في الارض تاني.
فانا بدل ما اصفره واخليه ينسى الفلاحه ويجي يشتغل حاجه تانية، لا اوفر له، لا انا اوفر له الارض واوفر له اللي هو محتاجه من بذور واسمده و و و واخليه ينتج. الفلاح المصري شاطر هينتج، وان شاء الله نستكفي من انتاجنا والفائض نصدره. ده يمكن الحول يعني الكثير من القرى المصريه الى مباني خرسانيه، ويعني الجور على الكثير من القطع الزراعيه، يعني انا اقول لحضرتك الارض الزراعيه بقت نادره حاليا في الريف المصري بعد هجره ابنائه. انا عملت مشروع وبدات، رحت قريه مش بتاعتي، قريه في القليوبيه قريبه، قلت نبتدي ننمي الشغل تاني في الريف، نخليهم يشتغلوا. فروحت في جمعية خيرية هناك، قلت لهم هاتوا لنا 10 20 أم أرمل جوزها مات وعندها أولاد وعاوزة امرأة معيلة امرأة معيلة، ووزعت عليهم بطاريات لتربية الأرانب، ووزعت عليهم أرانب، علشان على أساس كل واحدة بتاخد 10 أرانب هتولد متوسط 7، يبقى عندها كل شهر 70 أرنب، جزء تاكل منه هي وولادها، جزء هتبيعه تجيب له علف، وجزء تاني يبقى عندها فلوس. دي كانت فكرتي، وان دي حاجه يعني زي ايه صدقه جاريه، ان انا اديهم وبعدين هم من الارانب اللي هتطلع تدي جارتها وجارتها وهكذا. تخيلي لما رحت اسلمهم الارانب والبطاريات، ايه بيوت بالمسلح 3 أدوار، ساكن دور واحد والباقي فاضي، اللي سافر جه بنى بيت له ولعياله فاضي. الارانب بالبطاريات بتاعتها اتحطت في شقق مسلحه، يعني اقول ايه لحضرتك. فحتى اللي بيجي بالفلوس ما بيعرفش يستخدمها للاستخدام الامثل، هو يعني بيبني في الارض الزراعيه اقصى حلم ليه او كل طموحه ان هو يبني لعياله. عماره او لما بيت خرساني، حطوا الارانب في شقق، في ناس مش لاقي ماتيريال بطاريات الارانب، الارانب عشان تربي حطوها في شقق. فيعني محتاجين عمليه برضو التوجيه والارشاد، نرشد الناس التوجيه دي. والارشاد والتوعيه، يمكن ده هنجده بيتحقق من خلال مبادره حياه كريمه لتنميه الريف المصري والقرى الريف، وعودتها مره اخرى ان هي تكون قرى منتجه وقرى تخلق المزيد من فرص العمل لشبابها، علشان ما يكونش طموحه ان هو يترك القريه ويهاجر الى اي دوله عربيه او الى المدن الكبرى عشان يحصل على فرص عمل. طيب التصنيع والزراعة العضوية دكتور، يعني أو تطبيق أنظمة الزراعة المستدامة وتطبيقات الطاقة الشمسية، وخاصة مع انتشار التقنيات الحديثة وإحنا بنستهدف مضاعفة الإنتاج وتوفير طبعا يعني أقل الاستخدام من المياه. شوفي حضرتك، احنا مش متأخرين عن العالم على فكرة، لان دلوقتي الانترنت والكلام ده خلى العالم كله بقى تقريبا يعني قرية صغيرة، وقريب، واي حاجة موجودة بره موجودة هنا، وفي حاجات كتير الواحد يفكر يسافر، لما يسافر يجيبها يلاقيها موجودة هنا وارخص. صحيح وكدا. فحكاية التقنيات دي كلها موجودة عندنا. اللي احنا محتاجينه ان الفلاح بتاعنا كان في زمان تخصص في كليات الزراعه اسمه ارشاد زراعي، وكان في مرشد زراعي في كل قريه يرشد الفلاح قبل ما يزرع، يجهز الارض ازاي، نوع التهويه اللي عاملها، نوع المحصول، الخدمه الري امتى، ده امتى. للاسف ان جاء وقت كان اللي بيطلع معاش ما بيتعينش غيره، فبالتالي انقرض المهنة دي اللي هي المرشد الزراعي، انقرض من مصر، ما بقاش في مرشد زراعي في مصر. في كليات الزراعة احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا لازم المرشد الزراعي يرجع ياخد دوره. ليه؟ لان هو اذا الفلاح بينتج انتاج معين بوجود المرشد جنبه ينصحه هينتج الضعف. في محطة زراعية بتجيب خبراء وبتجيب اساتذة زراعة يرشدهم، لكن امكانياتها ضعيفة.
فمش قايمه بدورها الحقيقه كما يجب. يعني هي عمليات بسيطه، عندنا كل حاجه، يعني احنا مش محتاجين لمزيد من الابتكارات عندنا لمواكبه يعني اهداف التنميه المستدامه. احنا بالفعل عندنا كل شيء، عندنا لمسات بسيطه بس علشان نوصلها للناس، ويعني نلمعها شويه كده نخليها تشتغل كما يجب، لكن عندنا ده هيؤدي الى زياده فرص الاستثمار في الزراعه العضويه، وهيؤدي الى التقليل من المعوقات يعني اللي بتؤدي الى التقليل النسبه او الهدف المرجو منه. واتمنى من برنامج حضرتك يا رب حد يسمعنا ونرجع نرجع المرشد الزراعي من جديد. عاوزين قرانا تبقى قرى منتجه. النهارده القرى يعني حضرتك لو تنزلي الريف دلوقتي ما عادوش بيخبزوا، يبعت يجيب عيش من الفرن، ليه يبعت يشتري فراخ من المزرعه، ليه ما بتربيش؟ الست كانت بتربي في بيتها، ف كانت بتعمل يعني. النهارده بقت القريه عبء على المدينه، لان كل حاجتها بتروح لها من المدينه، بقت عبء. بينما هي المفروض هي التي تورد للمدينة كل ما تحتاجه من غذاء. أصبحت مستهلكة بعدما كانت منتجة. قرية منتجة. يعني زي ما حضرتك أعطيت مثل وده كان صحيح، أي سيدة ريفية كانت بتربي الطيور، ويعني لو في بعض الأغنام أو الأبقار برضو كانت بتحصل على لبن وتعمل الجبنة والزبدة والقشطة، المنتجات الألبان يعني تكفي بيتها، وكمان كان الفائض بتقوم ببيعه عشان تشارك في البيت. حضرتك قلت حاجة دلوقتي اللي هي ان احنا نستخدم الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية. الفلاح المصري اول من يستخدم الطاقة البديلة، الحطب بتاع الذرة وحطب القطن، الروز بتاع البهائم كانوا بياخدوه منه طاقة بديلة للأفران الأفران. فيعني كنا احنا فعلا يعني من قبل ما حد يفكر في طاقه بديله كنا احنا اللي بنستخدمها. صحيح. دكتور مهندس سمير السمان، عضو مجلس كليه الزراعه جامعه القاهره والعضو السابق لمجالس كليه الزراعه جامعه عين شمس وبنها والازهر، لو اتكلمت مع حضرتك عن الدور المنوط للعلماء المصريين وخاصة المغتربين في الخارج في تقديم الدعم والاستشارات للنهوض بالعملية التعليمية وإثراء مجال البحث العلمي، نقدر نقول إيه من مقترحات؟ علماءنا اللي في الخارج يتمنوا أن مصر تكون محتاجة خبرة في أي فرع من فروع العلم، وتطلب من أبنائها اللي في الخارج حد يجي يساعد في هذا الفرع. صدقيني هيجي بدل الفرد هيجي عشرات، وهيجوا بدون تكلفة على الدولة، لأنه هيجي يطمن على عيلته وعلى بلده ويقدم اللي عنده ويمشي. بالتأكيد مش محتاجين خبير أجنبي. يعني الواحد طبعا احنا عندنا الواحد بيحزن يعني لما نقول جايبين خبير أجنبي لكذا، ما أولادنا خبرة موجودين، ولو طلبنا هيجوا مش هيكلفونا لا تذاكر سفر ولا إقامة ولا حاجة، فموجودين بس محتاجين احنا نستفيد منهم. احنا ازاي نستفيد؟ كيفية الاستفادة وهي بسيطة من العقول المصرية في وزارة هجرة. في وزارة هجرة دلوقتي مصريين خارج، تعمل حصر للمصريين كلهم اللي في الخارج، بدل هي مركزة على العاملين بالدول العربية اكتر، لا العاملين كذا سنة وراجع، لكن احنا عاوزين ولادنا المستديمين برا نحتضنهم ونجيبهم ونخلي ابنائهم وابناء ابنائهم يجوا، عشان زي ما قلت ان يبقى في التواصل، وفي يوم من الايام نلاقي ابناء لنا بيحكموا بلاد كبيره زي دي. بالتاكيد. ويتمنوا المصريين اطلبوا واحد يجي هيجي يشارك. المشاركه بالفعل يعني بدون مقابل، يعني بالرغم من اقامتهم بالخارج ولكن لديهم انتماء كبير للوطن ومتابعين لكافه الاحداث فعلا اللي بتمر. الجاليه الوحيده اللي عايشه وتفكيرها في مصر. نعم. يمكن واحنا في هذا اللقاء يعني لابد ان احنا نذكر التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الأراضي المنزرعة والمحاصيل، وكيفية مجابهة هذه الظاهرة المناخية اللي بتحدث على مستوى العالم، يعني علشان نعزز ونحقق جهود التنمية المستدامة.
احنا تقريبا واخدين خطوات يعني الزراعه المحميه اللي هي الصور من خلال فاحنا شغالين دي برضو. السنه دي جه على فكره مصر تعرضت لصيف حار جدا جدا. الله صحيح. وده اثر يمكن محصول المانجا السنه دي ما كانش فيه تقريبا بسبب ان الحراره زي ده بتسقط الزهور فما بتعيدش. فده على العالم بقى مش مصر بس، لكن مواجهتها سهله اللي هي الصوب والزراعات المحميه. والحمد لله احنا احسن من غيرنا لان دي فتره شهر او حاجه لكن بقيه العام عندنا جو صالح لزراعه اي شيء. بالتاكيد. الحمد لله. طيب يعني بصفتكم خبير زراعي واقتصادي عالمي، ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار دكتور. احنا نتكلم عن مصر. طبعا نتكلم عن مصر أكيد. مصر قادرة على مواجهة الظروف دي كلها، مصر عندها أيدي عاملة ما شاء الله، يعني مصر بتورد لدول كتيرة أيدي عاملة. الأيدي العاملة دي موجودة والأرض اللي تسعها وتسع مشروعاتها موجودة، والحمد لله في رئيس وفي حكومة دلوقتي عندهم قادرين على أنهم يجهزوا الأموال أو تمويل المشروعات دي، ومش مفيش غير أننا نشتغل، لن نتقدم إلا بالعمل. بالعمل صحيح. وإحنا داخلين على يعني تحقيق الطاقة العاملة موجودة عند مصر والكل يحسدنا عليها، الجو اللي عندنا الكل يحسدنا عليه، الارض ما شاء الله تاخد اضعاف اضعافنا، بس نشتغل. صحيح. هو بالعمل وبالاجتهاد ويعني كل مقومات الانتاج موجودة عندنا، كلها نشتغل. موجودة علشان نحقق التنمية المستدامة وزيادة الانتاج. الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي دكتور مهندس سمير السمان، برغم من يعني كونكم احد العقول المصرية المتميزة والناجحة جدا والمهاجرة في ستينات القرن الماضي، الا ان الانتماء الى الوطن واضح جدا وحبك لمصر وبلدك واضح جدا. مساهمتكم في دفع العملية التعليمية بجامعة القاهرة ومشاركتكم في تحقيق هذا الهدف، تم تكريمكم في عيد العلم 2012 بمنحكم جائزة الأميرة فاطمة للعطاء في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. عايز أتكلم عن هذا التكريم في الاحتفال بالعلماء المصريين المهاجرين. هي الحقيقة الأميرة فاطمة لما فكروا يعملوا جامعة أهلية، فهي تبرعت بأرض جامعة القاهرة كانت ملكها، باعت كل مجوهراتها وبنت جامعة القاهرة وسموها جامعة فؤاد الأول لأن هي أخت الملك فؤاد. نعم. فالجائزة دي معمولة، جائزة الأميرة فاطمة العطاء، لأي شخص يقدم عمل كبير للجامعة لدفع العملية التعليمية. فحصل عليها حاكم الشارقة اللي هو خريج زراعة القاهرة على فكرة. هي كلية الزراعة دي لها يعني حاجة غريبة، تلاقي صحيح. في رئيس وزراء سوريا كان متخرج من زراعة القاهرة. الحاكم الشارقة الراجل بيحب جدا الكلية وبيحب مصر جدا جدا، فتبرع الكلية، عمل مكتبة، عمل معامل مركزية في الكلية، فأخذ جائزة الأميرة فاطمة. في دكتورة من عيلة الصباح، يعني عدد قليل، ثلاثة اللي حصلوا على الجائزة وهذا التكريم لنبوغهم وتفوقهم. أنا أدهالي علشان المبنى بتاع كلية الزراعة واللي بقوم بيه يعني هناك، فهي دي لأي حد يعمل عمل يساعد جامعة القاهرة ياخد جائزة الأميرة فاطمة. نعم. مزيد من الجوائز ومزيد من النجاحات لشخصكم دكتور مهندس سمير السمان، عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج وعضو مؤسس رابطة خريجي كلية الزراعة جامعة القاهرة. اسمح لنا نخرج فاصل ونعود مع حضرتك مرة أخرى. مصر تعالى بينا
نسد طريقنا هيادينا ايدي في ايدك نكسر كل حدود وهتفضل بينا دايما ام الاوطان. برجع معكم مرة أخرى ومع الخبير الزراعي والاقتصادي دكتور سمير السمان، عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج وعضو مؤسسي رابطة خريجي كلية الزراعة جامعة القاهرة. صناعة الذكاء أو الذكاء الاصطناعي وعملية صنع الموهبة دي من مكاسب يعني معركة التقدم حاليا، خاصة أن احنا في عصر التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. كيفية الحد من الاستقطاب العلمي للكوادر الشابة، وإزاي أن أنا يعني أعمل عملية توطين للمعرفة والإحاطة بالعقول الذكية؟ الحقيقة مصر الحمد لله مستوى الذكاء مرتفع، عندنا أولاد سن 10 سنين أو 12 سنة خدوا جوائز، طلعوا الأوائل على العالم في البرمجة، برمجة الكمبيوتر وغيره. الذكاء موجود، تنميته محتاج الحقيقة تمويل. احنا عندنا مراكز بحوث وزارة الزراعة يمكن 20 مركز فيها علماء لا تتخيلين، ينقصهم ايه علشان يعملوا ابحاث عالمية ممكن يطلع منها نوبل؟ تمويل، لان البحث بيصرف. بالتأكيد البحث العلمي في دول بتخليه جزء 10% من دخل البلد او 7% او غيره، احنا ما وصلناش لكده. بعملية تمويل بسيطة نمول مراكز البحوث بتاعتنا، هيظهر الذكاء المصري وهتطلع ابحاث عالمية، وان شاء الله يكون عندنا اكتر من نوبل في الزراعة، ممكن ناخد اكتر من نوبل، بس اصرفي على الابحاث. عملية التمويل والبحث بيكلف الابحاث. طبعا حضرتك واحنا عندنا يعني العلماء موجودين، الامر واحنا عندنا بالفعل يعني باحثين وخبراء على اعلى مستوى، ويمكن يعني بيشرفوا فعلا مصر في المحافل الدولية والعلمية اللي بيشاركوا فيها. الدولة زودت من ميزانية البحث العلمي، لكن دكتور يعني ما نخلينا المجتمع ضعيفة، لكن عايزين رجال الأعمال والمستثمرين مستوى الذكاء ان هم يشاركوا في دعم البحث العلمي. مش كل حاجة هقول الدولة 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 الدولة، ما هو في أولويات يعني. ما لسه الوعي عندنا، خلي رجال الاعمال يشاركوا، خلي المجتمع المدني يشاركوا، يعني ده اقل شيء ان هم يردوا لبلدهم. انا جيت دفعت ضريبه ان بلدي علمتني عملت بالظبط كويس، كل واحد لو دفع الضريبه اللي عليه النظير اللي قدمته لدولته، مصر مش محتاجه حاجه من الحكومه. بالتاكيد ده كويس. الذكاء موجود، عندنا طلبه بايو تكنولوجي في زراعه القاهره السنة اللي فاتت، 2 طلبة في سنة تالتة لسه عملوا بحث علمي قبل في مؤتمر عالمي طبي في انجلترا وفي مؤتمر طبي عالمي في كندا، وهم طلبة في سنة تالتة ما زالوا. فالذكاء موجود، تنميه بايه؟ لكن طالب زراعة عاوز يطلع، عاوز يقعد في معمل، عاوز يكون عنده امكانيات لابحاثه، يكون عنده امكانيات وكده. والله ممكن حاجة بسيطة يعني تحصل، لو خلينا نقول 1% من الضرائب اللي بتحصل تروح للبحث العلمي، هتخلي مصر في منطقة تانية خالص. صحيح صحيح. هو زي ما قلت يعني حضرتك ذكرت ان كل انسان عليه ضرائب المفروض ان هو يؤديها. ده هيساهم وبيعود بخدمات كثيره عليه ايضا يعني وعلى البلد. طبعا يعني دكتور مهندس سمير السمان الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي، رحله كفاح ونجاح بالداخل والخارج كللت بالعالميه واختتمت بالوطنيه، بنقدم لحضرتك في نهايه اللقاء يعني اهداء رقيق بيحمل في طياته كل التقدير والتبجيل والاحترام لشخصكم الكريم ودوركم في دفع العملية التعليمية والبحثية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك وعلى هذا اللقاء. دي أجمل هدية ممكن أتلقاها الحقيقة على مصر. طبعاً. مصر المحروسة حبيبتي. أنا عندي 80 سنة
ربنا يديك الصحة. وانا راجع مصر عشان حاجة، ان انا اموت في مصر واتدفن في تراب مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني على وجودك، مزيد من النجاحات في رحلتكم البحثية والعلمية. سعدنا بلقاء حضرتك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، الخبير الزراعي والاقتصادي العالمي دكتور مهندس سمير السمان. كل التحية والتقدير أيضا لحضراتكم على متابعتكم لينا. إن شاء الله بنلقاكم في الأسبوع القادم وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. بتخليك